Hey. بإمكاننا مجازا أن نقول إننا نعيش جمعة الآلاف. الشهداء والشهيد الأبرغي ووحيد وغزوان. واليوم مرة أخرى وكل المشيعين يقف الكلام أمام كل شيء. من أجساد شهدائنا تحب الوطن، تحب العراق، تحب الجميع، وكانت تنظر أطلق سراحه لأننا بحاجة، وأن المغفرة أقوى من أي شيء، والسلام الذي ننشده هو هدفنا.